السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي المتابعين والمتابعات لصفحة أمير رغيب على الفيسبوك، وكذلك متابعينا على اليوتيوب. فاليوم إن شاء الله سأشرح لكم في بث مباشر، هذا درس بث مباشر. لماذا بث مباشر؟ لماذا أصبحت أشرح في بعض الأحيان بعض الدروس في بث مباشر؟ حتى يعني لا يكثر الكلام فيما يخص والله أنت تكذب، والله يا أخي أجرب الطريقة ولكن لا تعمل، لكي في البث المباشر لا يوجد، لا لن أقوم بمونتاج ولا أي شيء. لهذا سأريكم في بث مباشر كيف تسترجع حساب جيميل في حالة نسيت الباسورد الخاص به، وبنقرة واحدة وبدون روت. إذن إخواني أخواتي، رجاء شاركوا هذا البث المباشر مع أصدقائكم، إفادة واستفادة. والكثير من الإخوة يعني عندما يتواصلون معنا في المكتب، وغالبا يكون من أجل يعني مسألة استرجاع أو يعني كشف الاختراق في الهواتف أو التحليل التقني للهواتف، بغية كشف هوية المخترق وما إلى ذلك، عندما نطلب منهم حسابات جيميل ينسونا. يعني يقول لك والله لا أتذكر إيميل جيميل، يقول لك لا أتذكر إيميل جيميل، أو لا أتذكر يعني باسورد جيميل. لهذا سأريك كيف يمكنك أن تسترجع باسورد جيميل في نقرة واحدة، كيف ذلك؟ إذن نتابع. إذن أول شيء ما تقوم به عندما تنسى الباسورد، طريقة بسيطة جدا إخواني لن تصدقوا. إذن أول شيء عندما تنسى باسورد جيميل ما تقوم به هو أنك تفتح الهاتف، أوكي، بعد ذلك تأتي إلى البلاي ستور، تنقر هنا، بعد أن تنقر هنا وعندما تنقر هنا بعد أن تنقر هنا تأتي إلى هنا جيري فوتر كونت أو مانيج يور جوجل أكاونت، بعد ذلك تنقر هنا، عندما تنقر على مانيج يور جوجل أكاونت مباشرة سي حمزة نعتذر عن إظهار إيميلك الخاص، فنذهب مباشرة إلى سيكيوريتي. بعد أن تنقر على سيكيوريتي تأتي إلى باسورد، تنقر على سيكيوريتي تأتي إلى باسورد، تنقر على باسورد، أنت عندما تنقر على باسورد سيطلب منك الباسورد، وستقول وكيف كنت أعلم الباسورد، ما كنت نقرت هنا، سأقول لك انقر هنا forget password. عندما تنقر هنا لاحظ سماجيك will appear، سماجيك لاحظ معي السحر، يقول لك ادخل الباسورد الجديد، وسنقوم بإدخال الباسورد الجديد. أوكي، سأقوم بإدخال الباسورد الجديد حتى لا تراه. صديقي حمزة، تريدون سرقة إيميل صديقي حمزة؟ يمكن، سنقوم بكتابة الباسورد، انتظروني هنيها حتى تلاحظ، حتى أثبت لكم أن الطريقة تعمل، حتى لا يأتي مقوقع الرأس يقول لك الله أنت تكذب علينا، نحن لا نفهم، من يتابع ولا يستفيد، وأنت ستستفيد، هو بث مباشر. أنا دخلنا الباسورد، ها هو الباسورد، لاحظت سنقر سيف ذا باسورد، الباسورد بومبا، اوكي لم اكتبه كما في الاول، اوكي اعطيني دقيقة. لا من انا يستفيد، انا اتابع ولكن انا استفيد. هو بث مباشر ايها المقوقع الرأس، اوكي ولا تحشمنا، لا تحشمنا، لا تحشمنا، لا تحشمنا. اوكي، كونفيرمي سيكوريزي نزداد، اوكي نقوم بادخال الباسورد مرة اخرى، لانه غير هذا الباسورد ليس قوي، ساقوم بكتابة الباسورد قوي. لا تحشمنا ايها المسخوط. اذا مضيف الى الباسورد، هكذا تم تغيير الباسورد. يا إلهي، لو مود باس ايتي بيان شونجي، نعم لقد غيرنا الباسورد كما تشاهدون إخواني أخواتي، وهكذا استطعنا يعني الباسورد الذي قمت بإدخاله، يكفيك أن تقوم بإدخال الإيميل في الحاسوب وإدخال الباسورد الجديد، وهكذا تنجح الطريقة إخواني أخواتي. إذا نتمنى إن شاء الله أنكم استفدتم من هذا الدرس المباشر، على أمل أن تشاركوه مع إخوة
مع اخواتكم، راكم ان شاء الله في فيديو قادم. المهم نحن نبسط قليلا معكم بطريقه شرح نوعا ما فاني حتى لا يمل الاخوه. اذا سبوتيفاي قادم يا اخي، قادم سبوتيفاي، قادم ان شاء الله قادم. اذا نتمنى انكم استفدتم، راكم في فيديو.